السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن حال كيف ما العاده. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم طريقة تزيين ديال هاد الأشكال ديال صابلي بريستيج بطريقة سهلة، نتمنى أنهم ينالوا الإعجاب ديالكم. وبالنسبة للبنات لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي وكيتصادفوا مع فيديو ديالي، دخلوا شاركوا في القناة، دائما كنحط لكم الجديد، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم للتشجيعي فقط، وبارطاج الفيديو كي تعم الفائده. على بركه الله هنا وجدت ثلاثه ديال الانواع ديال التعليكات باش غادي نلصق الصابلي ديالي. هذه خدمتها بالنكهه ديال البسكوي، وحده بالنكهه ديال البرتقال، وحده بالنكهه ديال الناطا. كناخذ جوج معالق كبار ديال الناطا، جوج معالق كبار ديال الجليكوز، كنديرهم في كاسرونه حتى كيدفاو مع بعضياتهم، وكنقسمهم، وكل نوع كندير فيه نكهه. وغادي نحتاج الكاوكاو كونكاسي، ديجا مشاركاه معكم في القناه الطريقه كيفاش كنخدمو في الدار، كيطلع اقتصادي وزوين. هنايا بعد ما حمرته وتاخد هذا اللون الذهبي باش غنزين به الصابلي. والصابلي راني ديجا مشاركه معكم ايضا الطريقه ديالو، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. المهم غادي نحتاجو يعني الاشكال اللي غادي نخدمو بهم. كيف ما شفتوا الصابلي خصو يكون محمر، يعني اللون ديالو مذهب ما يجيش ابيض باش ما كيبردش ليكم دغيا. بالنسبه للشكل الاول خديت هذا الموتيف ديال الشوكولا اللي زينته بديك البابيون بلاباتا شوكولا اللي خدمته بهذا اللون هذا في الغوز، وفي السيليكون خدمته بهذا الشكل هذا على شكل بابيون. كنزيد ليه واحد الاضافات، كناخذ شويه من التعليكه كنضيفها في الوسط باش كيلصق ليا فيها العقيق اللي غادي نضيف ليها. وبنفس التعليكه كندهنها على الصابلي باش كنلصق بها الكاوكاو. تنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال هذا الشكل اللي عندي. بالنسبه لهاد النكهه باش خدمت هذا الشكل، خدمتها بالنكهه ديال البسكوي، ممكن تغيروا في النكهات حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للشكل الثاني باش كنزينو الشوكولا قبل ما كنديروه على الصابلي، كنخدم هذيك الوريده بلا باتا الشوكولا، كنخدمها باللون الاصفر. بالنسبه للملون هو هذا، يعني كيكون خاص ديال الشوكولا. تيكونوا هاد الساشيات كيديروا 2 دراهم، وكاينين العلب كبار اللي تيديروا 5 دراهم، كتبقى على حسب نتوما شحال بغيتوا. بالنسبه للطريقه ديال عجينه الشوكولا انا ديجا حاطه لكم في القناه، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. كنخدموها فهاد السيليكون على شكل وريضه، وكنلصقوها على الشوكولا. هنا ديجا انا موجده، غير بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم. وكناخذ نفس التلصيقه اللي لصقت بها ديال النكهه ديال البسكوي، كنديرها على الصابلي، كنلصق عليها الشوكولا، وكنضيف ليها الكاوكاو من جناب. هذا الشكل الثالث خدمته بالشوكولاته السوداء بعد ما كنخدم الموتيف ديالي. كندوز كنلصق هنايا التلصيقه خدمتها بالنكهه ديال الناطا. كيف ما تنقول لكم دائما، من الاحسن تنوعوا في النكهات باش كل صابلي كتجي فيه نكهه مختلفه، واخا لاباط ديال الصابلي كتكون عجينه وحده. كنخدم الاشكال ديالي، من بعد ما كندهن تلصق الموتيف، وكنعمر هذيك الحفيره اللي في الوسط بالشوكولا، وكنزينها بالكاوكاو.
وهذا الشكل هذا ديجا خدمه معكم في واحد الفيديو سابق، كنخدم الموتيف ديال الشوكولا كندهن بالنكهه ديال الناطا، يعني نفس الطريقه اللي كنستمر بها في جميع الاشكال اللي عندي، وكنزين ديك الحفيره بشويه ديال العقيق وكنضيف ليها الكاوكاو. في هاد الاشكال غادي نحتاج جوج ديال لي موتيف اللي غادي نخدمهم لاباتا شوكولا، غنحتاج البابيون وغادي نحتاج الوريضه، غنخدمهم بهاد عجينه الشوكولاته اللي في الاورانج. هذا هو الملون اللي استعملت فيه، واخا اللون ديالو كيجي ماشي اورانج ولكن ملي كتخدموه راه كيطلع لكم اللون اللي في الاورانج. كندهن هنايا بالنكهه ديال البرتقال كتذكير لهذاك اللون ديال الاورانج باش كيجي مواتي معاها في المذاق وفي الشكل ديالها. كنخدم هاد الاشكال كاملين ومن بعد عاد كنخدم لاباتا شوكولا في الموتيف اللي بغيت وكنزينهم.